يطلعوا لنا سالية، سألوا خوتنا المغاربة، قالهم بلي شي خاطر نقول لكم اشنو مدرب. السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزل. اليوم الحصة تاعنا يعني وين شاهدنا ردة فعل بن شيخة على الصحافي في ندوة صحفية قبل مباراة النهائي الكاف، يعني وين قال لهم روحوا سيروا سألوا عليا خاوتنا المغاربة، يعني وين بعض الإعلاميين اللي ما عجبتهمش كلمة خاوتنا المغاربة، ما عجبتهمش يعني وين رد كان وين نقولوا باللي هذا يعني مشيناكر الجميل، يعني وين تهدروا على تونس يقول راه شوف تونس، انا خدمت في تونس، خدمت في الجزائر وخدمت في المغرب، خدم يعني في المغرب مدة طويلة، يعرفوه القيمة تاعه، يعرفوه يعني مدرب، يعني عندنا ما راح نهضروا مدرب معنا ما راح نهضروا، سبحان الله يعني الأرقام تهدر. نهائي راك في النهائي أول مرة ليا سمعت من حيت التأسيس تاعها أول مرة وصلت، يعني خلينا استغفر الله يا ربي الله، لا ثاني نهائي تاعها تشامبيونز ليغ وهذه الكأس الكاف هذه، استغفر الله نسيت ثاني نهائي تاعها، خسرت وحدة ألي روتور في النهائي، نهار اللي لعبوا في بولوغين كون لعبوا في سان جويي ما كانش غادي يخسروا، وخول هذه الخطرة هذه ثاني نهائي تاعهم، وصلوا الدومي فينال مي كان عليق وكلش، وصلوا الدومي فينال بصح للأسف ما وصلوش ما ربحوش. وين جانا وين رد عنيف، يعني وين ردت فعل بالشيخة وين قال لهم يعني المغاربة خاوتنا روحوا سقسوا عليهم، يعني بصح بنادم كي يهدر كيما هكا، حنا دروك نهضرو في مجال هذا مدرب يعني ندوة صحافية تكلم كلام هذا، ماشي من بعد خرجوا ناس كي قلت المغرب الله يجعل تخسر، الله يجعل تخسر، وهدر هدر يهدر مجال رياضي، ما راش يهدر لك مجال سياسي، سياسة الموالية أنا نبدا نقولها لكم، سياسة الفوق، نهار الكترفاوي تبغاو يحلوا، بغاو الكترفاوي كترفانا بغاو يحلوا الحدود، جاو سقساوا كل سقساوني، بلعوا الحدود جاو سقساوني، بلعوا زادوا بلعوا الجو الأجواء الجوية والأجواء يعني البرية جاو سقساوك، غدوا إن شاء الله يعاودوا يحلوها غادي يسقسوك، غادي يسقسوك، ليس سهلة اليوم السياسة، خلي مواليها خاطر تدخل في السياسة غادي تهبل من راسك، حنا غير في الرياضة راه مهبلين راك تشوف، هذه هي نقولها لكم ونعاودها لكم، حنا كي نهضرو مجال رياضي. انا نبغي المنتخب المغربي، راني مرتاح له، انا راني مرتاح للمنتخب المغربي، راني مرتاح للرجاء، مرتاح للوداد، مرتاح لهم، يعني حاجه اللي نبغيها هذه نحوس عليها راني نشوفها فيهم، راني نشوف فيها ديك الحاجه هذيك راني نشوف فيها، يعني ناس ناجحه سبحان الله، حنا دائما نحوسوا الناجح، ناس ناجحه وشمال افريقيا وزيد خاوتنا جوارينا صلة رحم سي محمد، كاين اللي خواله مغاربه، كاين اللي خواله جزائريين، كاين اللي عمامه مغاربه، كاين اللي عمامه جزائريين، كاين اللي خوتو هنا في الجزائر خوتو في المغرب، يا راكم غالطين، يا ودي خلينا من هذو كاع الصوالح، هذو الناس اللي مازال ما فهموش، كاينه كلمه واحده وهي لا اله الا الله محمد رسول الله، توحدنا، نقطة ورجع للسطر يا خويا. دي النقطة وعاودوا لي السطر، يوم الحساب والعقاب ننتظروا الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع فينا، غدوة إن شاء الله في القبر غادي ما يقولكش الحدود تاعك وين راهم، لا واش غادي يقولك؟ سقسيك على الصلاة، الإسلام، ربك والرسول تاعك. ويعطيك يعطيك البيلون تاعك، طلع طلع اختبار فماك، اختبار عسير، هذا هو الاختبار العسير، اما حنا رانا عايشين في 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 تكوين مهني، هذه الدنيا كومبلي تكوين مهني، كي تكمل يعطوك الدبلوم تاعك اللي يخرج ماسون اللي يخرج ميكانيسيا اللي يخرج من اللي يخرج طبيب اللي يخرج، من بعد تكمل يعطوك الدبلوم تاعك، ايا ومن بعد تهود يزيدوا يسألوك، تهود التحت يسألوك ومن بعد عاود تطلع. هي قلع هي 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 اطلع 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 هيا، وكل واحد وين يروح، كان اللي يروح طبيب، كان اللي يروح ماسو، كان اللي يروح مانيفري، كان اللي يروح كل واحد وين يروح، هذه هي
يقصر عليا انا يتيم. انا حنا نهضروا بوله ويخرج لك واحد يدير لك راه يشكر المغرب غير تربع غاديكا. انا نشكرهم ولا ما نشكرهمش؟ باش غادي نضرهم انا هذا المغاربه هذو؟ هيا نخرج ما نشكرهمش. هيا الناس ما سيبورتاتش المغرب، ما سيبورتاتش المغرب. المغرب ما وصلش دومي فينال كوب دي موند. الناس كانت تحوس على بونو باش ما يخرجش لي بيناتي. بونو ما ربحش. شويه عقل، شويه عقل بركه من هذو. هذو المواقع هذو اللي هلكونا، هذو المواقع، هذو الصوالح، هذو الناس كانوا دايرين هذو الصوالح. ناس هذو اللي زوروك، هذو اعداء الاسلام، هذو ناس اعداء الاسلام اللي هم دايرين هذو الصوالح. لو كان صابوا هذه فايده ليهم ولا فايده لينا، يعني ما يخليك كاع ما يبينها لك شي. بصح ما صابوهاش فايده، ما صابوهاش. اسمع اسمع كاع الناس يقول لك هذا مدرب يا اخي، هذا هو لونغاج هنا. صح هذا هو لونغاج. تم يقول لك هذا مدرب، كانوا ينتقدوا الان اصلا. الوغ كو نو، هذا المدرب جا، كي جا ما كانتش لو سما، قول لك ما كانتش 4 شهور ولا 5 شهور من قبل. صح ليش نهضر على الكلوب بالاستوار تاعو؟ لا لا البطوله شفت يا اخي، شفنا بكل صراحه، شفنا كل شيء. صافي ملي جا بدات بشويه 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 كوميم راهي افونسات شويه. فوالا يا با دو ريزون باش نبدل عقليتي او نبدل. داير نشكر السيليكسيونور سي جمال اللي ان شاء الله هما يكونوا في المستوى، ان شاء الله السي نهار يدخلوا ما يزيدوش يخرجوا ان شاء الله. انا مرتاح في العمل اللي نديرو، لاني نديرو بشغف، نديرو بفناء، سي سمو ميتيرا. انا عمري خدمت، عمري درت بيرو، عمري خدمت في لاب. انا جي في دي باك بلس 7 اون ميثودولوجي دو لونترينمون سبورتيف، وكنت اتليت ديليت، وكنت اتليت دو بيرفورمانس، ودربت برا كلها تمرين. عمري خدمت، دخلت بيرو انا، لكن هذا ما يمنعش اني نغلط، ما يمنعش اني نخسر بطولات. خسرت بطولات، خسرت في بلادي، وخسرت خارج على بلادي، وربحت في بلادي، وربحت برا على بلادي، كؤوس افريقيا وكؤوس واحده اخرى وبطولات. نبقى دائما انا اذا تغيرت في الديسكور ديالي، او تغيرت في المعامله ديالي مع الناس، او مع ولادي، او مع ولادي اللي في الدار، او مع كذا، راح ما نوليش انا. فوالا هذا هو. انا جو سوي سانسير. اللي تصرى بعد كلامي ناخذ عليها مسؤوليه، لاني ما نضرش الناس. انا انسان وليد حلال، نخدم نجهد، ربي ما يخلينيش. أشاك فوا نخدم نجهد، نعرف ربي ما يخلينيش. أشاك فوا جو في دي زيفور، أشاك فوا ننجح. دونك بن شيخة يشوف مليح، يشوف مليح على فوتبال، يشوف مليح. دونك روبيري هاد الزوج سو لو بلون بسيكولوجيك دار ان ترافاي اكسترا اوردينار. ربي يخليك يا بن شيخة، الله يخليك، احنا معاك. روحوا اسألوا على الناس عليا، اسألوا خوتنا المغاربة، قول لهم بن شيخة قول لكم شنو مدرب. هذه هي الناس، ماشي زعقة اخويا. يشوف مليح تاع لعب فوتبال، يشوف مليح. دونك روبيري هاد الزوج سو لو بلون بسيكولوجيك دار ان ترافاي اكسترا اوردينار. كي ولاو لي جوار يجيو افيك بليزير وفرحانين، كي ماركيو يروحوا لعندو. قال بلي عندي فيستيار تاعي نظيف، نظيف نظيف، صابدير فيها فيها كلام، يعني فيها الشحنه، ما فيش يعني لي كوبا، ما فيش الخلاص، فيها الشحنه. سي امبورتون، وهذه سي الدور تاع المدرب. الكثير يقول لك المدرب كيشوفوا اللاعبين بانه ما يظلمش في عمليه انتقاء اللاعبين الاساسيين، هنا يولي لو كليما سا، يعني تولي الامور نظيفه. بصح انا قلت لك يعني لو ديكليك بسيكولوجيك في عند اللاعبين تاع اتحاد العاصمه والطاقم الفني هو الفوز الكبير على الجيش الملكي المغربي هنا بتنين مقابل صفر، لان الجيش الملكي المغربي كان هو المرشح فوق العاده في هذيك صح صح، كان مرشح الجيش الملكي، ما نكذبوش، الجيش الملكي كان مرشح رقم واحد. هذه هي الجيش الملكي اللي كان مرشح رقم واحد يعني في هذا في هذا في هذا الامر هذا، في هذه الدوره هذه. لكن سالنا وين نقولوا باللي المباراه، وين المباراه عرف كيفاش يعني، وين بالشيخه اللي عنده نظره على اللاعبين تاع الشيخ تاع الجيش الملكي، لاعبين مغاربه وين عنده. هذه هي وربي يوفقه. ونقولوا باللي ما بقاش يعني قد اللي فات، يعني بقات له 90 دقيقه، وين نتمنى ان شاء الله. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو.